اللي بيتقال عني أي كلام، أنا بخير وموجود في المول. تعليق مفاجئ من مصمم الأزياء إسلام سعد بعد القبض عليه في مطار القاهرة. جدل كبير أثاره مصمم الأزياء الشاب إسلام سعد خلال الساعات اللي فاتت بعد انتشار خبر القبض عليه في مطار القاهرة أثناء سفره برا مصر واتهامه بمحاولة تهريب 55 ألف دولار. لكن إسلام بعد انتشار الأخبار عنه قرر يطلع للمتابعين ويرد. فيا ترى إيه اللي حصل مع إسلام وطلع رد قال إيه؟ البداية كانت مع سفر إسلام سعد لتركيا زي ما متعود علشان يشتري قماش من هناك، وكمان علشان مصنعه